الخير استاذ باكر قيان. صباح الخير يا ابو علي. صح النوم. حياك الله. ايش رايك بالرحله وكلمنا عنها؟ ما بدت. حلو. ما بدت للحين الرحله ان شاء الله قدام باذن الله. يسلم راسك. ان شاء الله انكم تستمتعون فيها وان شاء الله انها تكون هي الخطوه الاولى وما تكون الخطوه الاخيره باذن الله. يعني هو شيء جديد. فكرة نتمنى من الله سبحانه وتعالى أنها تحقق الهدف المطلوب منها. كلمينا عن رحلتنا اليوم. والله انطلقنا من الكويت، مطار الكويت الساعة 9:30 تقريبا، وإحنا الحين متجهين إلى الإمارات دبي. وصلنا تقريبا الحين نص الرحلة. لا الله يوفقكم صراحة الشباب وفيهم الخير والبركة، وإن شاء الله هناك هم نستفيد من خبرات دبي وهم يستفيدون ونرجع نسوي شيء حق ديرتنا ان شاء الله يا رب. رايحين دبي ان شاء الله، واول ما نوصل على طول راح نبدي حار بحار، راح نروح مدينه دبي الاعلاميه ومكتب الاعلامي في حكومه دبي، ومشكورين قناه اليوم على التغطيه ويانا طول انشطه النادي الاعلامي 24 ساعه ويانا، ما قصرتوا خلف الكاميرا عبد الرحمن الخميس والمذيع بدر الخميس. الله يعني عيال الخميس كلهم. ايش حق نص الركاب نايمين؟ انا طياره الصبح. يعطيك علم المؤكد عن خوافيها، دبي ترقص ومحمد يرقصها. Be the first، كن الأول، كان شعار رحلة النادي الإعلامي إلى الإمارات. كان شيء وايد كبير بالنسبة لنا إحنا كالأعضاء. الحمد لله توفقنا في هذه الرحلة بمجهود جميع أعضاء النادي وبمجهود وفد الرحلة صراحة اللي ما قصروا. الاستقبال في الإمارات كان أكثر من رائع. إذا بنتكلم عن شنو الشيء مميز فعلا من الرحلة، نقدر نقول ثلاث أشياء أحب أركز عليها. أول شيء مقابلتنا حق الشيخ محمد بن راشد، كانت مقابلة جدا مميزة بشيء بالخيال، هو خوف وهو ربكة وهو شعور ما يوصف. جد عن الدار اللي يعلم خصائصها، يعطيك علم مأكد عن خوافيها، دبي ترقص ومحمد يرقصها، ترقص طرب عزها من عز واليها.